داعيا في سياق آخر إلى إظهار ما قيل إنه أدلة على استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية، مستعيدا حكاية هذه الأدلة المزعومة التي استخدمتها واشنطن لتبرير غزوها للعراق. صرح المسؤول الروسي مضيفيه الذين التقاهم هنا في لبنان ببعض الحقائق التي تملكها موسكو عن الأوضاع الميدانية في سوريا، وإن كان كرر أكثر من مرة عن تماسك الجيش السوري فأنه حاذر الرد على أسئلة تقول بأن هناك أحزاب لبنانية تشارك في سوريا. من أمام مطار بيروت الدولي، عباس صباغ، الميادين. لقاء بوغدانوف مع السيد حسن نصر الله حمل الكثير من الرسائل التي تصب في مجملها في خانة الصراع الدولي الدائر حاليا بين موسكو وواشنطن. سامي كليب. منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على لبنان عام 2006 ضاعف حزب الله إجراءاته الأمنية، وبات السيد حسن نصر الله بما عليه من قائد فعلي للمقاومة العدو الأول لإسرائيل. أن يستقبل السيد نصر الله علانية رغم الحذر الأمني المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ففي الأمر أكثر من رسالة. هذا لا شك مهم، ولكن الأهم أن ميخائيل بوغدانوف كان قد التقى مطولا حول مأدبة غداء قادة من حزب الله، فأن يلتقي مجددا السيد حسن نصر الله ففي الأمر أيضا هنا أكثر من رسالة. هو موقف روسي علني إذن مناهض تماما لموقف واشنطن التي تتعامل مع حزب الله على أنه إرهابي، وكما في الشكل كذلك في المضمون، فبوغدانوف تماما كحزب الله والقيادتين السورية والإيرانية قال صراحة إن معركة سوريا مصيرية، ولعله في مقال أوحى بأن الأمريكيين والغرب غير جادين بالحل السياسي في سوريا، وقال صراحة أيضا إن تشكيل الائتلاف السوري المعارض هو صفعة لهذا الحل، ومن سمعه فهم أيضا انتقادا لتعيين غسان هيتو رئيسا للائتلاف وإشارات إلى أن الرجل وزوجته يحملان الجنسية الأمريكية. لقاء بوغدانوف مع السيد حسن نصر الله إذن، والذي يأتي بعد أيام من لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، هو رسالة كبيرة في هذه اللحظة المفصلية، وهذا ما دفع بعض سامعيه للاعتقاد بأن موسكو تؤيد فعلا وبقوة الآن أن يبقى النظام السوري قويا حتى ولو تطلب ذلك إظهار هذه القوة عسكريا على الأرض. وقد كان لافتا في هذا المجال تشديد نائب وزير الخارجية الروسية في خلال لقائه بوفد هيئة التنسيق السورية المعارضة برئاسة حسن عبد العظيم على الدور المهم لهذه الهيئة، لبل أن بوغدانوف ذهب أبعد من ذلك قائلا إن هيئة التنسيق قدمت برنامجا للتسوية ينطبق مع رؤية روسيا للحل. هذه رسالة مهمة جدا هنا أيضا لكل الذين دعموا أطرافا أخرى من المعارضة السورية واستبعدوا هيئة التنسيق لأنها ضد التدخل الخارجي وترفض إملاءات كثيرة. هنا أيضا تحد كبير لواشنطن وحلفائها حتى ولو أن أمريكا وروسيا تتعاونان الآن لحل سياسي. يبدو أن بوغدانوف وبكل ما تقدم أكد من بيروت أن موسكو هي في مرحلة التحدي الكبير، وأن معركة سوريا مفصلية في صراعها المعلن مرة والخفي مرارا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك طرح أسئلة كثيرة ومحددة على حزب الله حول علاقاته العربية والإسلامية. فيما كان بوغدانوف يعزز من بيروت محور سوريا إيران حزب الله، كانت أمريكا وحلفاؤها يصعدون ضد النظام السوري برواية الأسلحة الكيماوية، أو يسمحون للمعارضة بتصدير النفط بعيدا عن عين الدولة السورية. واضح إذن أن الصراع الأمريكي الروسي في أوجه، وأن موسكو لن تقبل بأي حل ما لم يكن منصفا للجميع، وهذا يتزامن مع معارك مفصلية تجري على أرض سوريا، ربما الاثنان لا ينفصلان. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق إلي فرزلي. أهلا بك سيد فرزلي. في أنت أيضا من الذين التقيت نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف في المشهد اليوم لخصوصية اللحظة السياسية الراهنة على كل الأصعدة. نتحدث بالشكل في الصورة عندما ننظر لنشاهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونائب وزير الخارجية الروسي سوية، ماذا تقول هذه الصورة؟ ما الذي تحمله؟ تقول أن روسيا الاتحادية التي تطمح وسيكون لها ذلك الدور المتقدم في المنطقة
هي دولة تكاد تكون من الدول النادرة الكبرى التي لم تستطع الصهيونية أن تتمكن من مفاصلها الأساسية التي تصنع القرار في روسيا، وبالتالي تكتسب حرية الحركة في صناعة العلاقات السياسية، وبالتالي تصدير الدور الذي تطمح لكي تلعبه في هذه المنطقة وهي على قاب قوسين منه. وخصوصية المشهد أيضا من لبنان للزيارة مدة، أيضا الآن نتحدث عن الشكل 3 أيام، كل هذه الزيارة إلى لبنان إلى الجار السوري بالدلالات لها من دلالات، وأي رسائل تحمل؟ لبنان دولة أساسية كمنبر وكحديقة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها، كل القوى الدائرة والتي تتصارع على الساحة بكافة التوجهات متواجدة على الساحة اللبنانية. إذن الحراك على الساحة اللبنانية هو تماس مع كل الدول الإقليمية الشرق أوسطية وحتى العالمية في التعاطي على الساحة اللبنانية مع روسيا ومن خلال هذه القوى. من هنا يأتي الحوارات التي جرت، حوارات في غاية الأهمية، وهي بدء انطلاقة عملية سياسية للدور الروسي على مستوى المنطقة برمته. وبكونك أيضا التقيت بوغدانوف، هذا اللقاء ما الذي حمله؟ على ماذا تركز بما يتعلق بالوضع في سوريا إن كان سياسيا وأيضا ميدانيا؟ أنا أعتقد أن الحراك الروسي بالنسبة لسوريا، وهذا ما يعني استطعنا أن نشتمه إن صح التعبير، يتسم بسمتين. سمة لها طابع دفاعي تم تجاوزه عندما لم تستطع مشاريع الإمبراطورية العثمانية السلجوقية أن تحقق أهدافها عبر وضع اليد على سوريا وبالتالي مصر، فيأتي عندها شريف مكة ليقول أنتم خليفة المسلمين كما جرى أثناء الصراع بين السلطان سليم وبين إسماعيل الصفوي عندما انتصر السلطان سليم، ذهب جنوبا من أن يتجه شمالا باتجاه سوريا وضع يده على مصر، فأتى شريف مكة ليقول له أنت خليفة المسلمين. هذا الأمر كان سيكون له نتيجتين رئيسيتين، النتيجة الأولى بقاء روسيا وراء البوسفور والدردنيل، والنتيجة الثانية التي هي أيضا في حياة الخطورة أن هذه الإمبراطورية الناشئة الموعودة المنشودة ستؤدي إلى تصدير المشاكل تحت عنوان العلاقات السوسيوبوليتيكية مع أصحاب الجذور العثمانية أو التركية. طيب، كما ذكر أحمد داود أوغلو بكتابه العمق الاستراتيجي، فيصدر المشاكل الروسية. هذه الهجمة الروسية أتت لتقول اليوم أننا انتقلنا من مرحلة الدفاع في هذا المخطط إلى مرحلة ما بعد فشل هذا المخطط في تثبيت دعائمه في المنطقة. وزيارة لبنان كمنبر أساسي هي زيارة تعلن فشل بناء هذه الإمبراطورية. المطلوب اليوم إذا ما نظرنا أنه في لبنان ومن لبنان تحدث بوغدانوف، جدد موقف روسيا الرافض للتدخل في شؤون سوريا من خلال أو عبر دول الجوار، ما المطلوب اليوم من لبنان وأي نظرة اليوم لروسيا حول الملف السوري؟ من خلال النظرة الروسية لم تتغير منذ اليوم الأول، تأكيد على أخذ الملف السوري إلى الحوار السياسي، وترجمة لمؤتمر جنيف الذي كان نتيجة من نتائج اجتماع الرئيس بوتين والرئيس أوباما في المكسيك، وتحدثت عن ذلك مرارا منذ أشهر من على منبركم، وأعتقد أن الروسية لا تزال متمسكة بهذا المسار، أخذ الحوار السوري إلى حيث يجب أن يكون، أي بتعبير آخر مفاوضات، أخذ انتخابات تشريعية، انتخابات كل رئاسية. هذا كيف يمكن تحقيقه وخصوصا أنه الكل يتحدث أنه مربوط بلقاء القمة بين بوتين أوباما؟ الوضع الميداني، لذلك نسأل كل أيضا ربطه أنه مجرى الحوار سيكون وضع الميداني بناء على الوضع الميداني. وضع الميداني هو وضع أخذ يظهر جليا أنه لمصلحة السلطة في سوريا، وبالتالي تحرك ما سمي بالملف الكيميائي في الولايات المتحدة، وذلك لخلق توازن قبيل هذا الاجتماع الذي تتحدثين عنه، حيث سيتم الاتفاق على توزيع مناطق نفوذ، يالطة جديدة بين هلالين على أنقاض ما يسمى سايكس بيكو، حيث ترهلت أطراف سايكس بيكو، وهذا الذي دفع
في رامسفيلد ابان صعودي لدرجه الطائره وداع جود باي اولد يوروب وداع عن ايتها اوروبا القديمه. وهذا الذي سيؤكد طبعا الاجتماع الروسي الامريكي، وهذا الذي يفسر حاله الهيجان والنرفزة ان صح التعبير والاضطراب الذي تعاني منه فرنسا وانجلترا في موقفها بالازمه السوريه. التقى بوغدانوف، انت التقيت وانت من الطائفه الارثوذكسيه الكريمه، التقى شخصيات وفعاليات من هذه الطائفه، وقال في المؤتمر الصحفي الذي اختتم زيارته لبنان انه لها اهميه سياسيه هذه اللقاءات، باي معنى؟ في الى يعني عده ابعاد، اما الابعاد الرئيسيه الاساسيه حاول بوغدانوف أن يبعث برسالة يقول فيها كدولة مؤمنة تلعب فيها الكنيسة الروسية دور مركزي وأساسي في صناعة القرار. الكنيسة الروسية في روسيا هي شريكة في صناعة القرار الروسي، وبالتالي حاول أن يترجم هذه الشراكة للتأكيد على حقيقة العلاقات المميزة ذات البعد الروحي الإيماني، وقد صرحها أثناء مؤتمر الصحفي الذي عقده، إلى جانب أهمية سياسية يراد أن يستفاد منها وهي حماية الأقليات في منطقة الشرق الأوسط. وعندما يتحدث عن حماية الأقليات هو لا يتحدث عن الأقليات المسيحية فحسب، عن كل الأقليات، لأنهم ينظرون إلى الشرق الأوسط كمنبر حواري بين الحضارات، وهذا المنبر الحواري لا يمكن أن يقوم في ظل عملية استئصال للأقليات من بين ظهراني. هذا ربما يمكن ربطه بموضوع قانون الانتخابات، تحديدا القانون الارثوذكسي. يعني القانون الارثوذكسي اتى قبل ذلك بكثير، ولكن انا اعتقد ان القانون الارثوذكسي هو وسيله من الوسائل وحل من الحلول. لا اقصد بالنسبه للروس، يعني انا اعتقد انهم يجب ان يتعاطفوا ويؤيدوا هذه الفكره، لان هذه فكره تشكل البديل لتقسيم الاوطان. هذه الفكره تعطي مجال لاحتضان الناس على قاعدة التعايش المشترك، وتحول دون تقسيم الأوطان ذات البعد الجغرافي في التقسيم الذي تسعى له إسرائيل وتسعى له بعض الدول التي تشعر بخوف على نفوذها في المنطقة، وهي دول أمثال سايكس بيكو والتي تحاول أن تحافظ على ما تبقى لها من نفوذ. معاني عديدة، رسائل عديدة تتحدث عنها السيد فرزلي، سياسية لها علاقة بتشكل ربما محور طبعا، وأكثر من جانب، حتى لها علاقة بطابع ديني. أي صدى سنشاهده بالطرف المقابل إذا ما تحدثنا عن محور مقابل محور؟ أي صدى ستكون لهذه الزيارة؟ أنا أعتقد يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا يعني قضيتين مركزيتين. القضية الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل هي المرجعية الأساسية في إدارة الشأن العام في المنطقة كمحور أساسي، هي صرحت على رسالة الرئيس أوباما أن هي لن تدير العالم منفردة، لن تدير العالم منفردة. وبالتالي الروس نفسهم ما بيتصرفوا على قاعدة أنه هن محور عدائي لهذا المحور، لا بل بالعكس، عندما يتحدثون يستعملون تعابير شركائنا الأوروبيين، شركائنا الأمريكان، فينطلقون من مبدأ أن هناك شراكة في ملفات عديدة، من جملتها ملف فكرة مؤتمر جنيف ونتائجه بالنسبة للملف السوري، أو انعكاس ذلك وارتداداته على دول الجوار لسوريا. لذلك الروس لا يتحدثون على قاعدة خلق محاور ذات بعد اصطفافي ومتقاطع. هذا بالنسبة للروس، أما الطرف المقابل؟ أنا أعتقد أن الطرف المقابل غير قادر إلا أن يتصرف على قاعدة التعاطي الإيجابي في نهاية الأمر تحت سقف مظلة التوافق الروسي الأمريكي. العين الإسرائيلية تحاول تنظر؟ أنا أعتقد أن للروس دور أساسي ومركزي عندما يتحدثون عن حماية الأقليات، كما أعتقد فإنهم يعتبرون أن اليهود هي أقلية من الأقليات، وهذا الذي يفسر أنه بعد اجتماع بوتين أوباما قام الرئيس بوتين بزيارة لإسرائيل، وقام لافروف فيما بعدها بدعوة إلى إجراء المصالحة العربية أو الإجراء التسوية إن صح التعبير على أرض روسيا الاتحادية. هذا يفسر أن التنسيق قائم بين الدول الكبرى. هلأ العين الإسرائيلية عين من خلال الإدارة، خصوصا الأمريكية. إذا ما رأت هذه الصور التي نشاهدها الآن، الاجتماع مع أعضاء من حزب الله وأيضا صحيح، مع السيد حسن نصر طبعًا الله طبعا، هذه حزب الله يشكل
قاعدة أساسية ورقم أساسي وصعب، ليس فقط في المعادلة اللبنانية بل في المعادلة الإقليمية. والروس كما نعلم جميعا هم باستطاعتهم أن يلعبوا دور إيجابي في مد الخيوط وصياغتها وعقلنة المواقف بما يتلائم مع أخذ الأمور باتجاه الموقع السليم، خصوصا فيما يتعلق للمفاوضات حول الحل السلمي في سوريا اليوم. شكرا جزيلا لك نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق السيد إلي فرزلي لكل هذه المعلومات وأيضا للتواجد هنا في الاستوديو. ومن العاصمة السورية ينضم إلينا رئيس هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا الدكتور حسن عبد العظيم. أهلا بك دكتور حسن عبد العظيم. مجرد الالتقاء في لبنان بنائب وزير الخارجية الروسي في الشكل يحمل دلالات ومعان عديدة، وفي المضمون إذا ما سألنا على ماذا يعني قام هذا الاجتماع، ماذا حمل؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم وللمستمعين. ثانيا عندما علمنا أن السيد بوغدانوف سيزور بيروت قادما إلى لبنان، طلبنا من السفير الروسي بدمشق أن نلتقي به إذا كان لا يريد أن ينتقل إلى دمشق فأن نلتقي فيه به في لبنان في بيروت. وكان هذا اللقاء نتيجة اهتمامنا بما يجري من تطورات وتصاعد للعنف في سوريا الذي ينعكس على الشعب السوري وعلى الجيش بقسميه النظامي.